قال كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه وديه ولبنه وعرقه طاهر. كل الحيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم بنوعيه اللي هو الماعز والضأن والدجاج والطيور المأكولة اللحم، كل ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر وعرقه طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في أعطان الغنم قال نعم صلوا فيها في حوش الغنم في الأماكن التي فيها وفيها روثها وفيها بولها، فأذن بالصلاة فيها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها طاهرة. فكل هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها فبولها طاهر وروثها طاهر، الدجاج مثلا، الطيور، كل هذه نعم يستقذر لكنها طاهرة. الكلام في الطاهر والنجس، يعني هل تنجس الثوب، هل تنجس اليد إذا وقعت عليها أو كذا، هذا الكلام، وليس الكلام في أكلها وشربها الآن، لا، وإنما الكلام في هل هي طاهرة أو نجسة.